أعلن العراق أنه أرسل 20 طناً من المساعدات الطبية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار هذا الدعم من خلال شحنات لاحقة. ذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن هذه المساعدات ستسلم إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث سيتم تسليمها بإشراف الهلال الأحمر العراقي إلى الهلال الأحمر المصري في العريش، ليتم عقب ذلك إدخال هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.